للتعليق على تطورات الأزمة السورية على المستوى العسكري والسياسي والإنساني، ينضم إلينا السيد باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ باسل، بداية مرحبا بك. شمالي محافظة الرقة تحديدا قرب قرية تل السمن، تفيد أنباء بوقوع تفجير بسيارة ملغومة عند مدخل قاعدة روسية، يعني أوقعت قتلى وجرحى من الجانب الروسي. كيف تقرأ الهجوم من حيث يعني المنفذون وأثره على الوضع العسكري في الرقة؟ نعم، مرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذا النوع من التفجيرات أو هذا النوع من الاستهداف ليس الأول من نوعه. خلال السنة الماضية 2020 تصاعد بشكل كبير، يعني تصاعدت بشكل كبير استهدافات من هذا النوع، وتنسب عادة في أغلبها أو كلها تقريبا نسبت إلى تنظيم داعش. خلال الفترة الماضية طالما سوق التحالف لمحاربة داعش الذي تقوده الولايات المتحدة من جهة، أيضا سوق النظام والروس من جهة أخرى لكونهم قادرون على السيطرة على هذه المناطق، على الرقة وبادية الرقة وبادية شرق في شرق الفرات، بادية دير الزور وحمص وغيرها، سوقت بأنها قادرة على ضبط الأمور هناك، وبأن هنا القوة العسكرية الموجودة للنظام قادرة على مواجهة خلايا تنظيم داعش وما إلى ذلك. لكن الذي تظهره الأرقام خلال الفترة الماضية، سواء هذا الاستهداف الذي حدث مؤخرا والعديد من الاستهدافات السابقة التي حصلت في مناطق مختلفة حول هذه المنطقة وغيرها، أن عمليات تنظيم داعش تتصاعد، عمليات الاستهداف ضد مختلف أشكال القوى الموجودة في هذه المنطقة تتصاعد ولا يعني تزيد ولا تقل، حتى وصلنا إلى أنه بعض مؤسسات البحثية والدراسات باتت تتحدث عن عودة حقيقية أو عودة فعلية لتنظيم داعش في هذه المنطقة. ارتداد مهم هنا أن هذا يعني يمكن أن يصنف أنه فشل جديد، وضاف إلى سلسلة الفشل التي رافقت إدارة النظام لهذه المناطق والروس أيضا خلال الفترة الماضية، لم تستطع توفر يعني متطلبات الحياة، متطلبات وغيرها، والآن أيضا متطلبات. هذه القرية، قرية تل السمن الواقعة جنوبي عين عيسى، سلمتها ميليشيات قسد منذ أيام للنظام. هل تعتقد أن رفضا ربما داخل الميليشيات لقرار التسليم هو ما دفع إلى الهجوم؟ هي أولا لم يتم تسليمها بشكل فعلي إلى النظام، وإنما جرى استقدام جهات معينة من النظام أو أطراف معينة من النظام للتواجد في هذه المنطقة بحجة أو يعني بعد اتفاق معين حصل مع الروس لمنع ما اعتبره الأكراد أو ما قال الأكراد أنها أن الأتراك يحاولون السيطرة على هذه المنطقة عين عيسى وكوباني وكوباني عين العرب ومنطقة أخرى ثالثة. لكن لا يمكن أن يكون الأمر في سياق رفض الميليشيات هذه لهذا الأمر أو ما شابه، لأنه نوعية الاستهداف والطريقة والجهة والأطراف المستهدفة لا تشير إلى هذا، بقدر ما تشير إلى أنه هناك طرف ثالث، وهو في هذه الحالة غالبا تنظيم داعش هو من قد يكون المسؤول عن هذه العملية. طيب، أيضا أستاذ باسل، يعني على المستوى السياسي اتهم الائتلاف الوطني والمعارضة المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان إلينا دوغان بالسعي لتعويم نظام بشار الأسد، يعني في ظل العقوبات الأمريكية والملاحقات القضائية في كل من هولندا والسويد، إلى أي مدى تعتقد أستاذ باسل أن اتهام المعارضة كان في محله؟ يعني هذه المسؤولة تحدثت في مجلس في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وحاولت أن تقدم النظام بكونه بأنه يعني مراع أو راع إلى حد ما لحقوق الإنسان، وأن ما يجري في سوريا ضد النظام هو خرق لحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس تم توجيه الحديث أو الخطاب أو الاتهام لهذه المتحدثة حول كونها لا تقوم بمهمتها على الشكل الصحيح. والحقيقة الأمر يعني يدعو إلى السخرية، إنه اعتبار النظام راعي لحقوق الإنسان وأن الأطراف الأخرى هي الأطراف التي تسيء إلى حقوق الإنسان بمواجهتها للنظام. يعني هذه الاتهامات تعتقد أنها في محلها؟ نعم. ماذا بعد هذه الاتهامات من وجهة نظرك؟
يعني لا يوجد الكثير لفعله، هي هذه المتحدثة وغيرها متوقع أن نسمع الكثير من الصحف من هذا النوع بالفترة المقبلة، لأنه مجلس حقوق الإنسان في تركيبته الجديدة يحوي أطراف مقربة من روسيا وأطراف روسية بالذات، وهذه الأطراف تحاول أن تسوق للأمور من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظر النظام بشكل أو بآخر. يبقى دور المعارضة في هذا الإطار هو الرد على هذا النوع من الخطابات وتوضيحها وفضح المرامي يعني المقصودة منها. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.